والآن أيها السادة نقدم لكم تلميذا آخر وهو الحاج عبد الله حيدر عمره 8 سنة وهو يحفظ 42 أحزاب فليتفضل. في معرض تحفيظ القرآن الكريم للشيخة مريم بنت الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم مناف بركة السنوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.